I'm here to listen to whatever you have to say. فيلم جمجمة للمخرج جون مايكل ماكدونا يحكي قصة الأب جيمس لافيل، وهو قس كاثوليكي يتلقى تهديداً بالقتل من أحد أبناء رعيته الذي كان تعرض للاعتداء الجنسي من قبل كاهن في الكنيسة عندما كان طفلاً. الفيلم مستوحى من الفضيحة التي اندلعت في العام 2009 في أيرلندا بعد نشر تقرير لجنة التحقيق في اغتصاب الأطفال، والذي أشار إلى قيام حوالي 800 شخص بإساءة معاملة الأطفال في 200 مؤسسة أيرلندية على مدى 35 عاماً. المخرج جون مايكل ماكدونا تناول هذه القضية من خلال الكوميديا السوداء. إنه موضوع صعب ومزعج يتطرق إلى هذه الانتهاكات الفاحشة لرجال الدين. لم نتطرق إلى هذا الموضوع بطريقة واضحة وفجة، وفضلنا التطرق إليه بشكل غير مباشر من خلال الكوميديا السوداء. الفيلم صور في إيس كي بمقاطعة سيلفو الأيرلندية، غير أن الممثل بريندان غليسون يرى أن الجمجمة يحمل بين ثناياه رسالة عالمية. تم تصوير الفيلم هناك، ومن الواضح أن المناظر الطبيعية هي عنصر هام من عناصر الفيلم لما لها من بعد ثقافي. إنه فيلم إيرلندي جدا، ولكن آمل أن يكون له بعد عالمي وأن يتجاوز مفهوم الكاثوليكية أو أي دين من الأديان. فيلم الجمجمة تحصل على عديد الجوائز في مهرجان دبلن السينمائي، مثل جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل ممثل لبريندان غليسون. الفيلم يعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا في 11 من أبريل الحالي.